تفتكر فريدة ممكن تكون ورا اللي حصل في الديفيليه؟ وهي تعمل كده ليه اصلا؟ هي مجنونة بس مش لدرجة يعني ان هي تأذي حد. طب مجنونة لدرجة ايه يعني؟ احب اعرف. وانا ما احبش. ايه ده؟ الله، صباح صباح. ارد عليها؟ بعرف اتعامل مع الاشكال دي. هات هات. عايزة 1,000,000 جنيه. لا رد انت بقى، انت تعرف تتعامل مع الاشكال دي كويس. طبعا ليك حق، قاعد مبسوط قوي، الماء والخضرة والوجه الحسن، وانا طالع عيني في الشغل مش عارفة اعمل ايه ولا ايه. ربنا يكون معايا، الشركة دي من غيري كانت باظت. ربنا معاك يا جيش. كانت الشركة هتبقى في حتة تانية خالص. بتقول حاجة يا حمزة؟ لا يا روحي، بقول يعني ما كانش له لزوم تتعبي الناس كده وتخليهم يطبقوا في الشغل، لسه ورانا شغل كتير. اعمل ايه يعني؟ هو بمزاجي؟ ما هو كان لازم اجتمع مع الموظفين واشوف المصايب اللي انت عاملها في الشركة، يمكن الحق اعوض حاجة من اللي حصل. وعوضتي حاجة؟ اعوض؟ العوض على الله. اديني بحاول وبكافح. انا ممكن اجي اكافح برضو عادي. انت تتنيل تسكت، هتكافح في ايه انت؟ انت تعمل عبيط وتسكت خالص. ما هو ده اللي انا بعمله. طردك ليه؟ مش عارفه، سالني انا اتاخرت ليه، قلت له ان انا كنت في بروفه المسرح بس، فقال لي ارجعي بقى مطرح ما روحتي، وطردني. الدكتور ده بالذات عنده عداء مش طبيعي مع المسرح. مش عارفه ليه يعني، هو ده لو كان اكتيفيتي وحشه ما كانتش الجامعه عملتها، صح؟ معاكي حق. بصي سيبيلي انا الموضوع دوت وما تزعليش نفسك. ماشي معلش، صدعتك معايا. لا ابدا، انا اساسا من الصبح مصدعه. ايوه بقى فكي كده. طب عارفة؟ أنا بقيت مبسوطة قوي الفترة دي، حاسة إني بعمل حاجة أنا مبسوطة فيها، وقابلت ناس جديدة، وأنا كان بقالي فترة كده مش بخرج خالص ومش بتكلم مع ناس، وحاسة إني لوحدي. لوحدك؟ ليه؟ هو أنتِ مش عايشة مع حمزة؟ عايشة مع حمزة؟ يباصل لك. لا، دماغك ما تروحش لبعيد، هي كل الحكاية إن أنا أبقى بنت خالة فريدة اللي حمزة بيحاول يوصل لها. لا والله. يبقى نشوفك قريب في البيت. ايه ده اشمعنى؟ الله، مش هتيجي تباركي لقريبتك فريدة؟ لا، فريدة غير كل الستات اللي حمزة عارفهم، هو أصلا مش في دماغها. بس هي في دماغه. ما هي كده. صدقيني أخويا من عارفاه؟ لا ما أعتقدش.